أهلا وسهلا بكم. أسقطت وزارة الإسكان العقوبة بحق المتهربين من دفع الرسوم على الأراضي البيضاء، إذ لا يوجد في النظام نص لعقوبة المتهرب عن دفع الرسوم، حيث أحال النظام العقوبات إلى نظام إيرادات الدولة. قبل نقاش هذا الملف والتأكد من مدى صحة بعض النقاط، نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. كشفت مصادر قضائية لصحيفة الرياض عن وجود إجراءات استباقية من قبل أصحاب العقارات المختلفة للتحايل على نظام فرض الضرائب على الأراضي البيضاء، مؤكدا أن العقاريين توافدوا على المحكمة بهدف تجزئة الأراضي التي يملكونها واستخراج صكوك لها بأسماء مختلفة من نفس العائلة، وذلك بهدف الهروب من دفع الرسوم والتحايل على النظام قبل إقراره بعد أن لمسوا الجدية والحزم في تطبيق القرار. يحدث ذلك في ظل تأكيد وزارة الإسكان عن نيتها توفير سكن لكل مواطن بما لا يتجاوز 30% من دخله الشهري، وذلك بعد تطبيق قرار فرض الرسوم والذي سيزيد من نسبة المعروض من المنتجات السكنية المختلفة الأنواع والأحجام. ولكن اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ترى غير ذلك، فقد رفعت إلى الجهات المختصة دراسة تتناول تأثيرات فرض الرسوم، حيث توصلت في نتائج الدراسة إلى أن النظام فرض الرسوم سيضر بالمستفيد النهائي، مستشهدة بما حدث في بعض تجارب الدول التي فرضت رسوما على الأراضي البيضاء، وأن فرض الرسوم دون إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري سيكون غير مجد. لمناقشة هذا الملف ينضم معي في الاستوديو نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية المهندس محمد الخليل. أهلا وسهلا بك، حياك الله. شكرا لحضورك معنا. كما أرحب ضيفنا واللي هو شريك دائم معنا الكاتب الصحفي والمهندس ندى الجليدي. أهلا وسهلا فيك. يا هلا والله، شكرا لحضورك معنا. أيضا أرحب معي من استوديوهاتنا في جدة رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة الأستاذ عبدالله الأحمري. أهلا وسهلا بك، شكرا لحضورك. أبدأ معك مهندس محمد. أهلا وسهلا، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا مهندس محمد. يعني في اتهام وبنقول لك بحسب صحيفة الوطن السعودية تقول أنتم في اللجنة العقارية في غرفة التجارية الصناعية بالرياض لجأتم إلى دراسة مرفقة دراسة بمرفقة وتوصيات إلى جهات مختصة تفند فيها عدم جدوى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. إلى أي مدى هذا الكلام دقيق؟ وإن كان دقيق أو غير دقيق وضحنا بالضبط شو اللي صاير. وشيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورك على الاستضافة صراحة. أهلا وسهلا. من نظام مجلس الغرف والغرف في التجارية الصناعية في المملكة هو عمل الدراسات المتخصصة في القطاعات الاقتصادية المختلفة إذا تطلب الموضوع. يمكن منتدى الرياض الاقتصادي من أشهر المنتديات الاقتصادية على مستوى البلد. الآلية عمل الدراسات هو أن الغرفة تشرف على الدراسة، لكن من يتولى الدراسة هو مكاتب متخصصة محايدة، فيجب أن الغرفة ما تتدخل في عملية الدراسة قدر ما هي إشراف ووضع نقاط رئيسة لعامل الدراسة والمكتب المتخصص لعمل الدراسة. الدراسة اللي ذكرتها صدرت قبل سنة تقريبا ترى، وزودت بها الجهات المعنية وجميع من له اطلاع ويرغب بالاطلاع على الدراسة موجودة. طيب أبرز بنود الدراسة على ماذا تنص؟ على ماذا تنص الدراسة؟ أبرز العناوين الرئيسية. هو دراسة الرسوم على الأراضي، هل هي إيجابياتها سلبياتها، وكذلك دراسة الدول الأخرى طبقت هذا النظام، ما هي سلبيات في هذا النظام وما هي الإيجابيات. والهدف من هذه الدراسة هي لإطلاع صاحب القرار والمطلعين وأصحاب القطاع على سلبيات هذا لتحاشيها وتعظيم الإيجابيات، وكذلك التعاون بين القطاع والخاص فيما يخدم المصلحة العامة. دائما الدراسات المتخصصة تفيد الجميع صراحة، ولا يعني أن الدراسة تكون رأي احنا ما يعني متبنين هذا الرأي حتى لو كانت ضدنا 100% او معنا، رغم انه ما في شيء. انا وجهة نظري هذا الموضوع ليس هناك ضد او معنا. بس محمد، هي فهمت انها فزعة بين هلالين للعقاريين، فهمت بانه في ميل للملاك الاراضي اكثر من الميل للمواطن،
يعني هذا اللي فهم من من من, من انا ما ادري يعني كيف فهم، لكن والله انا اشوف انها دراسه يعني جيده، ما اقدر اقول انها. ايش فيها فوائد المواطن؟ طبعا بس للتوضيح، الرجل الاعمال ايضا مواطن، والمواطن اللي هو يبحث عن سكن ولا يطالب بالرسوم ايضا هم مواطن، كلهم مواطنين. لكن احنا نتكلم عن علاقه بين واحد عنده استثمارات عنده اراضي وواحد ثاني عنده احلام بسيطه. فانت اليوم تقول ما هو بصحيح انها كانت في صف احد. اعطنا اي شيء فيها ممكن يعطيني مؤشر انه كان في اهتمام بالمواطن صاحب المعاناه. جيد. قرار مجلس الوزراء الموقر و أوضح أن الهدف من عمل الرسوم هو إيجاد مسكن ملائم لذوي الدخل المحدود والمنخفض. إذن الهدف هو إيجاد مسكن لأصحاب الدخل المحدود والمنخفض، صح ولا لا؟ عشان تصل لهذه الهدف السامي النبيل للجميع معه صراحة في كل التوجهات، يجب أن تعرف ما هي خلفيات تطبيق هذا النظام. هل ستصب في مصلحة هذا الهدف أم لا؟ وهل هناك هدف أو طرق أبسط للوصول لهذا الهدف؟ وهل هناك طرق أخرى، آلية أخرى تساهم في الوصول لهذا الهدف؟ كان الهدف من الدراسة هو وضع النقاط على الحروف ووضع إلقاء الضوء على هذا الجانب. احنا مثلا في القطاع العقاري، واعتقد ان معالي وزير الاسكان تطرق لعدة مواضيع كنا نعاني منها، واضح هذا يدل على ان الدولة حكيمة في طرح مثل هذه الأنظمة التي تساهم في حل هذا الإشكال. من ضمن هذه اللي هو إنشاء مثلا عندنا مشكلة في موضوع الإحصائيات، المعلومات العقارية غير دقيقة، تجد في الدوائر الحكومية اختلاف بينهم، وزارة التخطيط، وزارة الإسكان، وزارة العدل، تلقى هناك تضارب في المعلومات، كل حسب مصدره من المعلومات. يجب أن تكون هذه المعلومات دقيقة هم في متناول الجميع حتى توجه التنمية. قد تكون التنمية في شرق مدينة الرياض والجميع يستثمر في شمال مدينة الرياض، فهذا من حق الجميع أن يطلع على هذه المعلومات الدقيقة. هذا جانب واحد. الجانب الآخر هو تسهيل إجراءات استخراج استخراج الفسحات واعتماد المخططات وتوحيدها بين الأمانات. حاجة يجب أن تكون موحدة. في بعض الأمانات ليست موحدة نوعا ما. الآن في توجه جميل جدا، أنا ما أقول، ما أتكلم عن دائما عن سلبيات، في إيجابيات رائعة جدا. على سبيل المثال هناك أنظمة الرهن العقاري التي صدرت، هناك هيئة المقيمين، هناك البيع على الخارطة، يعني كلها رائعة تصب في مصلحة القطاع. أنا أتمنى أن نعطي هذه الأنظمة والأنظمة القادمة وكذلك نظام الرسوم بعد الحوافز وقت عشان يعني يستفيد المواطن وكذلك المطور للانتعاش الاقتصادي بإذن الله. أنا راح أرجع لك مهندس محمد، لكن خلينا ننتقل للمهندس ندى. شوف هو المهندس محمد شرح ووضح، لكن أنا أقول لك من خلال متابعتي لبعض المصادر و أحاسس الناس في هذا الموضوع، في شعور بأنه هناك تحايل من العقاريين على موضوع الرسوم وعلى كيف ممكن تكون الرسوم وكيف ممكن. هل هذا يعني دقيق؟ هل سينجحون إن كانت النية موجودة؟ كيف ممكن يكون فيه يعني طريقة، لأنه الرسوم تأخذ يعني منحاها الطبيعي وتنجز في وقتها المناسب وتنعكس إيجابا على الوطن والمواطن؟ أكيد. طبعا أمسي عليك بالخير أبو سعد وعلى المهندس محمد وجميع المشاهدين. في البداية احنا عندنا قناعة أنه دائما العقاري يعني هو أقوى واحد في البلد. أنا من وجهة نظر حتى احنا كمخططين عمرانيين لما نضع الخطط لأهداف 20 سنة 25 سنة، نجد أنه ما شاء الله العقاري يقود التنمية عكس الخطط اللي احنا نضعها بتوجهه للعقارات اللي يملكها. تأكد تماما الرسوم اللي سوف تفرض سوف يوجد لها أكثر من 150-160 مخرج من العقاريين. لأن العقاري حقيقة هو عقاري وصاحب قرار عندنا في المملكة صراحة. أنا اللي من وجهة نظري من أول، كيف عقاري وصاحب قرار؟ يعني احنا عشان لا يفهمونك الناس أنه صاحب القرار عنده عقارات. لا لا، أنا قصدي أنه تعبير مجازي أنه صاحب العقارات في الأخير هو اللي، لأنه هو اللي محرك النفوذ، صاحب النفوذ هو اللي محرك للتنمية وللمادة. خلينا نتكلم بكل صراحة. الشيء الثاني، الله سترك والله. إيه؟ أقول الله سترك. لا لا، والشيء الثاني أخوي علي، أنه من الأول احنا قلنا ما في شيء اسمه افرض رسوم اراضي، يمكن تكلمنا على هالطاوله. هي. انت حط نظام ثواب وعقاب. اذا بتحط رسوم لا، حط لي نظام ثواب وعقاب. انت عندك ارض طورها لي خلال السنه هذه، السنه الجايه لك ثواب.
تأخرت أبعد من كذا لك عقاب. ممتاز. العقاب مو يكون بالرسوم لأن نعرف حنا. هذه أعتقد تجربة دبي قريبة من هذا. لا كل التجارب. في تجارب أعتقد سنغافورة نفس الشيء. والميزة فيها هذه إنه أنت أول شغلة بيقولك العقاري إيش الأراضي المطورة غير المطورة داخل نطاق العمراني خارج نطاق العمراني يطلع لك ترى 20 تساؤل وتساؤل ما حيطلع لك فيها استراتيجية ونشوفها في الإسكان. وأنا ما أبغى بعد كمان ركز على الأراضي البيضة اللي بس للإسكان. لا إحنا عندنا أراضي بيضة كثيرة للإسكان والخدمات الأخرى. يعني نجد بعض الأحياء ما يوجد فيها خدمات تعليمية صحيح. ترفيهية من وجود الأرض صحيح. لكنهم ركزين على أحياء معينة. أنا ودي بس تكون نظرتنا بشكل أشمل أكبر. أنا لست مع رسوم الأراضي البيضاء. أنا مع أنه تطبق عليه مبدأ أنه خلاص أنت خلال سنة سنتين لابد أنك تبني، لازم أنك تطور بنسبة معينة. إذا طورت خلال السنة الأولى أنا أسمح لك 50% تطورها 50% تمتلكها، وما حد يقدر أسوي معك تعاقد ديل. أستفيد أنا أنت طورت جزء من أرضك وأنا كدولة أو كمواطن استفدت من الخدمة اللي أنت قدمتها. لكني بفرض رسوم تأكد تماما. يعني خليني أقول لك أسهل طريقة ممكن تسوى. طب هذه أرض بيضة صح؟ أنا ممكن يسورها وحط فيها عداد وقول هذه استراحة لي. أحد يقدر يتكلم؟ أنا حولت استخدامها من أرض بيضة إلى استراحة، وهذا بالنظام موجود عندنا في نظام شو البادية القروية موجود أنك تقدر ولا فيه مساحة محددة ممكن بالآلاف الأمتار تقدر تحولها باللي يقول بشيء بسيط جدا وأقل من الرسوم. إذا فرضنا أن الرسوم مثلا مبلغها مثلا 10 ريال حتلقى تنفيذ السور وتركيب العداد 3 ريال. أيهما أنا بتجل هذه وبحتفظ برضي. أنا لست مع الرسوم حقيقة. طيب راح نرجع نفصلها أكثر. المفروض نتحدث حق الشعب يا أخي خليك مع الرسوم. بروح الأستاذ عبد الله الأحمري، أنتم كعقاريين كيف تنظرون لهذا الملف تحديدا؟ متوجسين سعداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا في البداية أنا أشكر ضيوفك وما تطرقتم إليه، ولكن أنا أخالفهم تماما في الرأي وفي وجهة النظر وفي المبررات التي قدموها لمقدمة هذا القرار أو الالتفاف عليه، فهذا أعتقد أنه لا يجدي نفعا بعد هذه السنوات الطويلة التي لم يقم أحد بالتحرك إلى الأمام قيد أملا، سواء تخطيط الأراضي الموجودة لديهم وضخها في السوق العقارية، ولكن الكثير منهم هو من تحكر الأرض وشحح السوق على أساس لا يكون فيه معروضات في سبيل أنه يرتفع القيمة. ولكن أعتقد أنه هذا يعني انتهى وقته. إحنا عندنا قارة كاملة، بس تختلف معهم في إيش أستاذ عبد الله؟ عندنا أكثر من 60. أختلف معهم فيما أنه العقاريين يطورون، العقاريين أعطونا فرصة، أعطونا مهلة، أمهلونا. أنتوا لكم عشرات السنوات ولم تسوونها، رهنتوها في البنوك وتأخذون عليها سيولة من البنوك، تسهيلات من البنوك، وهي جالسة كما هي وعرقلة التنمية والاقتصاد في البلد. والآن تأتيني تقول لا إحنا نبغى نستبق الأحداث قبل الموافقة أو قبل صدور موافقة مجلس الشورى. مجلس الشورى هو قد انتهى وقد درسها وقدمها إلى مجلس الوزراء، ولم يبقى سوى الآلية فقط أعيدت لمجلس الشورى للتعقيب عليها. نعم. طيب ودي ترد إذا سمحت، وفي نفس الوقت أن يعني ذكرت أنت أنه في الغرفة التجارية أن القطاع العقاري واجه إشكالات كبيرة لابد من حلها قبل فرض الرسوم أو إنجاز هذه الفكرة. لا ما أقول أنها حلها قبل فرض الرسوم، أنا قلت بس نبغى بس ترد رد عليه. ما يعني رد عليه، بالعكس هذا وجهة نظره يحترمها يعني. أنا بس ودي أعلق عشان يستفيد المواطن، بس عشان أعتقد أنه فرض الرسوم، أنا مع فرض الرسوم إذا صاحب الأرض مصر على عدم تطويرها صراحة صح، وأعطي حوافز معينة حلت مشاكله ولم يتجاوب مع هذه الحوافز يجب أن تفرض رسوم أو عقاب آخر قد يكون أقوى من الرسوم. أنا مع هذا التوجه، لكن إحنا نقول الآن التوجه سليم جدا، وتطرقت للمواضيع اللي الآن بدأت تنحل مشاكل حلوة جميلة جدا وأنظمة تساهم في أن يكون الاستثمار في القطاع العقاري هو
جاذب، أن يكون القطاع العقاري جاذب للاستثمار، هي مسألة عرض وطلب. إن إحنا لازم نركز كيف نكثر موضوع العرض عشان تتوازن الأسعار. دائما عندنا مشكلة في موضوع 800,000 700,000 الفلل التي قيمتها 700,000 800,000. يجب أن يصب الهدف في تحقيق هذه المعادلة، إيجاد وحدات سكنية مناسبة ملائمة في حدود 700,000 600,000 إلى من 400,000 إلى 600,000. هذا جانب مهم جدا يجب أن يتكاتف الجميع، وأعتقد أن الجميع يعمل لهذا الهدف، وهذا هدف سامي نبيل. أن نتكلم مع الوزير الإسكان على موضوع تحفيز المطورين، تمويلهم، تقليص مدة الاعتماد زي ما ذكرنا، أهم شيء كذلك رفع معدل البناء. يمكن المهندس أفهم مني في هذا الجانب، المعدل البناء مهم جدا. لو ترفع معدل البناء يعني بدل دورين تخلي دورين ونص ثلاثة أدوار ونص، حلت مشكلة كبيرة ترى، خاصة أن الأسر تتبنى أن بعض أبنائها يسكنون معهم في نفس المبنى. كذلك موضوع إيصال الخدمات، يعني أنت معليش حتى إيصال الخدمات يجب أن يكون بالتعاون مع القطاع الخاص والعام. شركات الكهرباء شركة مساهمة وهي شركة ربحية، وكذلك تقتطع مساحات من العقاريين، يجب أن تعطيهم خدمة مقابل هذا الاقتطاع وتكون منطقية عشان ما يرتفع السعر على المواطن. كذلك المشكلة الأزلية اللي دنا نواجهها نتكلم فيها، وهي من أساسيات الاستثمار في القطاع العقاري، وهو احترام الصك. يعني حتى أنت يمكن بيتك الآن أنا أقدر أقدح فيه وقول هذا بيتي أنا، يجب أن الصك يحترم، يجب يكون غير قابل للقدح. هذا بيساهم في تخفيض تكلفة التمويل من البنوك. البنوك ترفع التكلفة لأن عليها مخاطرة، يمكن الصك يكون ملغي. يعني ترى في يمكن الدولة الوحيدة إحنا إن موضوع الصكوك شائك عندنا ومتشعب. فأعتقد لو أنشئ محاكم خاصة لحل مشاكل تداخل الصكوك. يعني ما في صك على السكن، يعني صك على الأرض في الغالب. إيه طبعا، هو يمكن هذا الحديث إنه لازم يجب أن يكون في ربط بين الفسح وبين الصك. سابقا كان هناك ربط بين الفسح والصك. إن شاء الله إحنا نتأمل إن هي العليا للعقار التي أشير لها، اللي تكون لمركز المطورين سيكون نواة لهذه الهيئة، يعالج هذه الإشكالية اللي هو ربط الصك بالمبنى. فعلا جميع الثروة العقارية عندنا هي أراضي، يمكن المملكة لو تشوفها كل أرض وهي وأنا جبت مثال المملكة عشان تنبسطون شوي، يعني معليش يبسط الأمير. أنا قصدي الآن موضوع الصكوك إذا حلت أعتقد هذه بتحل إشكال كبير، لأن هي عرض وطلب. تخيل أنا بعطيك مثال بسيط على مشكلة شمال الرياض، اللي هي مشكلة أراضي جيران اللي هي 40 مليون متر، حتى الآن لم تطور بسبب أن الناس متخوفين أن الصك هل هو خلاص غير قابل للقدح، هل هناك مشكلة في الصك؟ يعني لما تنشأ حاكم خاصة لهذا الجانب أنا متأكد أنه بتنحل مشكلة كبير في هذا الجانب. جميل جدا. مهندس ندى، طبعا للأستاذ عبد الله، احنا كلنا متفقين يمكن معاه هنا بالهم الأول اللي هو هرسون الأراضي هذه البيضاء، إيش هي حلها؟ إحنا ما اختلفنا معاه، بس الآلية تختلف، واحتكرها إنه إحنا قاعدين محتكرين وصف العقاريين ضد المواطن. إحنا ما إحنا ضد المواطن، إحنا بالعكس نطالب بشيء يفعل أحسن من رسوم الأراضي، اللي إحنا قلنا مثلا تطوير الأراضي البيضاء، خلاص أنت ما طورت أرضك أنت بيعها. حتى رسوم الأراضي على فكرة في عندنا برنامج موازي لها لم يفعل، التثمين العقاري. أنا كيف أعرف إنه هذه سعرها كذا؟ أساس أنا أخذ منها رسوم؟ إذا هذا ما فعل فتأكد تماما برنامج رسوم الأراضي ما حيطبق، لأنه أنت من اللي بيحكم لك على قيمة الأرض؟ حتى اللي حنا سمعناه المسودة أنه كل واحد يحط قيمة سعر أرضه عشان هو يأخذ منها نسبة ورسوم، هذا كلام غير منطقي. أنا ما راح أروح أقيم أنا نفسي قيمة أرضي ولا يعطيها قيمة عالية عشان بس الرسوم، لا، أنا ممكن يعطيها سعر عالي وعرضها بأقل من السعر 30% وبيعها ثاني يوم، انا كسبت بالحاله هذه. هي الفكره ما هي كذا، ممكن الاخ عبد الله. اي بس مهندس ندى، انت في نقطه انت ذكرتوها انت مهندس محمد، يعني الفكره اللي ممكن نروح لها اللي هي انه مثلا يكون في عقوبات او في حوافز ثم عقوبه اخرى. نعم. ذكرتها وذكرت انه ما في داعي للرسوم لاسباب كثيره، في كثير مداخلها. طيب. الخوف من انه هذه الطريقه ايضا يكون فيها ضبابيه، يعني ما هي واضحه، ما فيها 1+1=2. يعني من على أي أساس نعطي حوافز، ومن الشخص اللي يعطي الحوافز، وفي نفس الوقت موضوع المساحات، موضوع الوقت، لذلك الناس رايحة للرسوم، للرسوم بتكون أوضح، يعني تكون أدق. هي جدا سهلة، هي حصر الأراضي البيضاء، يمكن تحصرها لوزارة البلديات خلال شهر واحد، كل أمانة تبع المناطق اللي تبعها حصرنا عدد المساحات الموجودة، لما نحصرها خلاص صار عندنا رقم، عندنا مساحة معينة محصرينها مع ملاكها، تحصر مع الملاك. يعني خلنا ترى أسهل شيء نطبق زي نظام ساهر ترى المخالفة قيمتها 100 ريال، لكن سددتها لي خلال الشهر هذا حتصير عليك 50 ريال.
أنا أقول له تعال من صدور القرار أمر سامي الكريم أنه كل أرض بيضاء بمساحة معينة تطور خلال سنة أو خلال 5 سنوات، ترى السنتين الأولى لما تطورها حيصير لك الميزة 1، 2، 3، و4. ما طورتها خلال الفترة هذه عندك خيارين، وأنا مع الخيار الشديد أنه تسحب منك الأرض، ما تسحب منك بمزاد علني، تباع بمزاد علني لأنك أنت ما طورتها. إحنا بنروح كذا في في هذا إذا تبغى الصرام أو تلغي الميزات هذه وتكون ما تسوى شيء. لا لا أنت تعطيه الحوافز هذه، لكن بعد 3 سنوات ترى مالك مثلا معدل البناء بيقل، فتكون أرضه تقل قيمتها، فهو يضطر أنه لازم هذه برضه قد يعني هي هذه أنت لو تدي المزاد علني صرنا اشتراكيين كذا. يساري أنت صاير؟ لا مو يساري، أنا اللي مع أنا صراحة مع المواطن إن شاء الله مو يساري، إذا في شيء أقل بعد من اليساري نمشي معها، بس أهم شيء أنه هل طيب. هل مسكين ياخذ الورد؟ صحيح. خلينا ناخذ الأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله يعني ذكر نقطة مهمة الحقيقة المهندس ندى، بما أنك رئيس لجنة التثمين ودي تعلق عليها، وفي نفس الوقت أنت تقول يعني الأقر وكل شيء ورجعوا له من الشورى والموضوع ماشي ماشي. طيب لو مشى يعني كيف ممكن يمشي؟ يعني إيش الطريقة اللي ممكن يمشي فيها تصورك؟ يعني اليوم في مخاوف يذكرها المهندس محمد الخليل، يذكرها المهندس ندى الجليدي، أنت متفائل أكثر وتشعر أنه لابد، كيف ممكن تنجح الفكرة؟ أولا الفكرة هي تم دراستها دراسة مستفيضة على زمن طويل، ولم توصل إلى هذا القرار، ولم تتخذ الدولة هذا القرار الاستراتيجي إلا بعد أن حاولت كل المحاولات إعطاء التمويل، إعطاء التراخيص، إدخال القطاع الخاص في التطوير، ولكن لم تأتي بجدوى. ولكن الآن إذا أخذت الرسوم على هذه الأراضي بيصير عندك سنويا تقريبا من 200 إلى 250 مليار، هذه كفيلة بأنها توصل الخدمات إلى المخططات. من وين الحكومية التي منحت للمواطنين من 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 أصحاب من أصحاب الأراضي المتروكة داخل النطاق العمراني بعد حصرها وبعد تثمينها ومعرفة قيمتها الحقيقية السوقية لهذه العقارات من واقع العقارات المتشابهة؟ بس إذا إحنا قلنا 250 مليار أنت يعني كذا حصرت خلاص، واضحة الصورة عندك. يعني أقول لك أنها من 200 إلى 250 مليار إذا أخذت الجباية على كل العقارات التي ليست مطورة وهي داخل النطاق العمراني. بلاش اللي خارج النطاق العمراني، قد نقول أن عندهم بعض من الحق، وهم يحتاجون إلى إدخال الزراعية، إدخالها سكني، تخطيطها، يتجنبون النسبة المفروضة عليها. نعم كنت تعلق لا يمكن المعلومات اللي ذكرها الأستاذ عبد الله لا غير صحيحة، لأنه أصلاً لو أخذنا كأسعار أراضي ما توصل القيمة اللي ذكرها من الرسوم. أنت تتكلمني عن 250 مليار موجودة عندنا، لا هذا الكلام غير صحيح لسبب واحد بسيط، أنه إحنا لازم نعرف وش هي الأراضي البيضاء، وش هي الأراضي المطورة، وش هي الأراضي ذات المساحات الصغيرة. إحنا لو نأخذها إحنا كل كلامنا على المساحات الكبيرة الغير مطورة اللي خارج النطاق العمراني، هذا لا يطور إلا للجهات الحكومية، لكن داخل اللي برا النطاق العمراني حتى ما يوصل له خدمات، أنت ما أنت ملزوم كدولة توصل له خدمات لأنه خارج النطاق العمراني. فهذا نستبعدها من كلامنا على الرسوم البيضاء، احنا نتكلم عن اللي داخل المدن. حتى النسب اللي تطرح ترى نسب مبالغ فيها، لما أجي يقول الرياض والله 40-30% أراضي بيضاء، هي فعليا ما تتعدى 15-10% الأراضي البيضاء، نتكلم أراضي بيضاء غير مطورة، الباقي كله مطور. مطور له ملاك وله خطط وله يمكن اغلبه في الاعتمادات توزيع تقسيمات اراضي. انا بس المبلغ هو استفزني 250 مليار بس بتجينا من الرسوم، يعني اذا هذه المعلومه صحيحه وهذه بناء على دراسه، انا من اللي والليله اقول يا اخي قفلوا لنا وزاره الاسكان، الحمد لله عندنا رسوم قاعده تطلع لنا قيمه مساكن، ما نحتاج وزاره الاسكان، ما عندنا مشكله اسكان بالحاله هذه. خلاص نفرض الرسوم، انا واحد من الناس معه من بكره نفرض الرسوم. طيب. وبدون أي دراسة، وحتى دراستكم مهندس محمد احتفظوا إذا 250 مليار تطلع من الرسوم دراستنا يعني دراسة الخاص، لكن أعتقد أن الهدف أسمى من ذلك، الهدف ذكر في القرار. أعطيك الفرصة أستاذ عبد الله، القرار المجلس الوزراء الموقر ذكر إذا أنه
بعطيك فرصة استاذ عبد السلام يكمل المهندس محمد وبعطيك الفرصة. ذكر انه الهدف من 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 فرض الرسوم على الاراضي هو ايجاد مسكن وليس جباية اموال. اموال صحيح. يعني الحمد لله البلد بخير وفي زكاة لا تتطرق يعني، والزكاة الحمد لله موجودة في جميع، لكن تكلموا الهدف زي ما ذكرت في البداية، خلونا نحقق هذا الهدف، وانا اعتقد الجميع مع هذا الهدف. وحتى لو العقاري يمكن اول من سيعمل لتحقيق هذا الهدف، وسنعمل كل ما في وسعنا للتواصل مع الجهات المعنية لسد الثغرات إن وجدت حتى نحقق الهدف الثاني هذا صراحة. تفضل أستاذ عبد الله. إذا كان فيه قطعة أرض على طريق الملك في 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 جدة 850,000، هذه قيمتها 4 مليار ريال، بس أرض 850,000، فما بالك الملايين الأخرى اللي على الشوارع الرئيسية ناهيك عن الأراضي التي داخل البلد والقيمة حقتها تصل إلى 20,000 و25,000 للمتر. هذه بس المساحة ذي إذا كان عليها 4 مليار، كم تطلع منها إذا كان المتر عليه 100 ريال؟ طب وحدة وامشي على هذا الحساب، هل تجد فيها إيراد؟ واحدة من شروط رسوم المسودة حقت رسوم الأراضي أنه كل شخص يقيم أرضه، أنا ما راح أقيمها ب 4 مليار، أنا راح أقيمها ب 4 مليون على أساس ما تأخذ علي رسوم كثيرة، ومع ذلك أنا محفظ برضه الآن ما وصلنا ولما أطورها أبيعها بسعر السوق ذاك الوقت، ماني خسران. في يا أخوي عبد الله في ترى مداخيل كثيرة على النظام، والله في مداخيل كثيرة يعني. فأنا أقول أنه نبعد عن موضوع أن التركيز أنه حل مشكلة الإسكان هي برسوم الأراضي، لا، حل مشكلة الإسكان أنه أنت موجود عندك أراضي، افرض نظام شديد الصرامة ذو ثواب وعقاب على كل أرض. طيب في البداية يعطيه ثواب وفي النهاية يعطيه عقاب، وتأكد تماما أن مشكلة الإسكان حتنحل من ناحية الأراضي. طيب تفضل أخيرا أستاذ عبد الله أساس الوقت. على كل يعني الآن هذا سابق لأوانه أننا نتحدث عن السلبيات والإيجابيات للقرار قبل معرفة اللائحة التنفيذية والتفسيرية لهذا القرار. البلد هو في حالة اختناق لأكثر من 60% من الشعب السعودي لا يمتلكون لهم مساكن، والفئة الأخرى هما من يمتلكون ويتحكمون في الأراضي. هؤلاء الفئة من يدافع عنهم؟ من يقوم لهم إذا كان الإيجار يستلم الرواتب حقتهم؟ رواتبهم لا تغطي قيمة إيجارهم وهم مستاجرين، والسبب هو رفع الإيجارات بمزاجية المالك اللي يرفع الإيجار بعض الأحيان يرفعه 100%، وهذا خيار، يا أما تسكن في هذا المسكن أو تخرج. إذن هذه حلها بيد مين؟ حلها بيد الدولة، ويجب أن تبحث كل المخرجات من أجل حل هذه المشكلة، سواء كانت بالرسوم سواء كان ببناء مساكن. ولكن أعتقد أن المتنفذين الذين هم يملكون هذه العقارات وليس عليهم لا حساب ولا عقاب، ولا حتى شاركوا ولا طوروا أراضيهم، أعتقد أنه هذا يعني كلام غير وارد، ويجب أن نركز بالحقيقة على أن نحل مشكلة المواطن قبل كل شيء، قبل أن نحل مشكلة العقاريين والمطورين. وحقيقة أنا يعني حقيقة سمعت كلمة معالي الدكتور علي بن سليمان العطية في مجلس الغرف السعودية حينما شكر مجلس الغرف بأن جمعتنا بهذه النخبة من صناع تاريخ هذا البلد. فإذا كان صناع تاريخ هذا البلد ماذا عملوا لهذا البلد؟ هل عملوا شيء للمواطن وقدموه على أساس أن احنا نشكرهم ونقولهم أنكم أنتم صناع قرار؟ طيب وصلت الفكرة، شكرا لك. أنا عندي بس سؤال أخير، فكرة فرض الرسوم في حال تمت، هل أنت مع الرأي اللي يقول أنه لابد أن تطبق يعني على كل شبر في المملكة العربية السعودية بدون تفريق بين المدن، ولا أنت مع الرأي اللي يقول لابد أن نفرق بين مدينة رئيسية وبين مدينة غير رئيسية وبين منطقة في نفس المدينة تختلف عن منطقة أخرى؟ ما في شك لازم تطبقها حسب احتياجاتها. هناك بعض الأراضي يجب أن تطبق عليها بأسرع وقت ممكن لأنها موقفة للتنمية. صح. هناك أراضي بعيدة عن خطوط التنمية وليست عائق للتنمية في مدن الأراضي، بس ممكن تعطيها فرصة للغلاء هناك، تضخم يصير.
لا هو يجيها الدور يعني، بس قصدي الأولويات أتكلم، أنا أتكلم تعطيها حوافز سنتين ومن ثم تطبق الرسوم أو الحوافز زي ما ذكر المهندس. لكن كذلك في مدن صغيرة يعني الأرض ما تمثل شيء، بالعكس يمكن فرض رسوم يعيقها. أنا ودي بالعكس أشجع الهجرة العكسية للمدن الصغيرة وأوسعها وأحط فيها أعمال حتى يكون هناك جاذبة للسكنة وهي أرخص، تكون المعيشة فيها تكون أرخص. مو لما تكون في رسوم بصير أرخص وأرخص بعد. عموما أشكركم، شكرا لك مهندس محمد الخليل، طبعا نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، وأيضا شكرا للكاتب الصحفي المهندس مدى الجليدي. والله وقتك. أنا بس عندي شغلة، أنا مودي نحصر الرسوم الأراضي البيضاء هي بس بالأراضي السكنية، ترى عندنا بعد الأراضي الخدمية فيها نقص نعم. كبير بشكل عام. نعم وصلت. شكرا أيضا للأستاذ عبد الله الأحمري، كان معي من جدة رئيس اللجنة التثمين العقاري في غرفة جدة. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.